العوافي الجنوب على موعد ب 23 ايار مع الانتخابات البلديه. ومبدئيا الانتخابات بالجنوب رح تكون باهته باستثناء صيدا وجزين. رح نبدا مع موضوع جزين ونقول العوافي للعماد عون، العوافي جنرال. العوافي صحيح اللي قاله النايب السابق مصطفى علوش انه الرئيس بري تحالف مع 14 ادار من تحت الطاوله ضدك بجزين؟ هلا تنيي هيك قال علوش، بس انه حدا بيقول لك علوش بالدنيا هيك ما كان حدا ياخذ بكلام علوش. طيب وصحيح اتصل فيك الرئيس بري اليوم تينفي خبريه علوش؟ ايه نعم، تلفن لي وقال لي علوش عم يزرع بذور الفتنه بيني وبينك جنرال، فشو ما بتسمع منه لا تصدقش. ليش انت صدقته؟ مين؟ علوش؟ لا لا، الرئيس بري كمان لا. مع انه اتصل فيك ونفي. الرئيس بري عمل مثل عبده اللي راح على حفله تنكريه وتما حدا يعرفه حط براسه كيس، لكن لما وصل كل الحاضرين قالوا له اهلا عبدو. ايه وكيف عرفوه؟ حاطط براسه كيس خبز نايلون. فتليفون الرئيس بري اليوم مثل كيس الخبز.